بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في أحسن أحوالكم. واش رايكم يا البنات في القطيطة الصغيرونة؟ ما شاء الله قاعدة تهبل تهبل تهبل. عفوا، طلبتوا مني يا البنات أني نعتلكم كيفاش نخدم لوبيي باش يجي متقون بالطريقة اللي شفتوها. يعني بزاف لي داروا لي ملاحظه على النقطه هذه، على لو بيي كيفاش نركبه باش يجي مخدوم هكاك. انا هنا راني موجود في الموديل هذا، طبعا لما نكملوا راح نحطه لكم، لكن درت فيديو منفصل على طريقه تركيب لو بيي. خلينا نفهموا حاجه يا البنات على لو بيي كيفاه راه مخدوم. لو بيي يجي مطبق بالطريقه هذه، يعني عنده زوج تنيات وبطيات يجي مطوي للداخل على بهذه الطريقه. عاده تكون جهه عفوا، عاده تكون جهه اكبر من جهه في الطيات هذو. من الاحسن لما نجيو نخيطو في الجهه او الطيه هذه، الجهه الكبيره تجي على واحد نص سنتيم هكيك، بالاحسن نحطو عليها. هذو المبتدئات انا موالفه، يعني نحط من ولا من، يعني كيف ما عنديش مشكل. هذه طبعا حاجه يعني عاديه ان نلقاو لبي يكون ملقم هكا نورمال. لما نجيو نخيطو نحرص كل الحرص على انه الخياطه تكون دروات، والخياطه تكون في الحاشيه تاع وين محده هنا في التنيه هذه، ما لازم تهربي لهك لهك تماك، سينا لو بي راهو ما يجيش متقون. قبل ما تروحي للخياطه لازم نوصيك حاجه، انه لازمك تكوني تميتريزي الماشينه تاعك لاقصى حد، يعني الماشينه تاعك تخدمي بها سوا سوا. ومن الاحسن تخدموا لو بي بالبيد بيش الصغير، يعني تاع الخياطه، هذاك هو اللي يعاون بزاف. او مثلا اللي عندهم لي ماشين الصغار هذوك الفاميليال تقدروا تخدموا بهم تاني، راهم يخدموا لو بي روعه، لانهم حاكمين البيد بيش، راهو يجي يسايس ويساعد في الخدمه نتاع البيد بيش. او لي ماشين الكحل تاني الخدمه تاعهم روعه، خدمت بهم ما شاء الله لي موديل تاع لو بي، وكانت تسهل لي الامر يعني ما شاء الله. كنت نخدم على الجورنال هذوك لي موديل تاع لو بي تاع الشبيكه، خرجوا في واحد الوقت ربما يعني كان اللي يشفاو عليهم، ولا كان تشفاو على امهاتكم كانوا يلبسوهم. موديل تاع لو بي خرجوا ما شاء الله، وخدمنا بهم الخير والبركه. كان نخدموا الشبيكه ونحطوا لها لي مارغوريت، يعني هذا فقط اونتر بارونتيز للتذكير. سو كي في الماشينه الكحله راهي تخدم روعه، تخدم روعه لو بي. لو بي قلنا نجي ونحطوه على الحاشية تاع القماش، نديوش ما نديوش وما نفوتوش النصف سنتيم، كيما في القماش كيما في اللوبي بهذه الطريقة. يعني هنا راني ماشية، شوفوا هنا الخيط راهي قد قد، وراني ماشية على الثانية أو وين مطبق لوبي أو وين محدد لوبي، ما نروح لهك لهك. طبعا ما نقولش أنا يعني هذه حاجة خارقة ولا لا، فقط هي تجي بالممارسة. يعني اون فوا تمدوا نفسكم وقت، تمدوا نفسكم وقت انكم تتعلموا الحاجة وتقدروا تخدموها، من بعد تجيكم سهلة. الممارسة امر ضروري جدا باش تتعلموا تخدموا اي حاجة مش غير في اللوبي. لكن تبقى انها في تركيب لي فورنيتور، تركيب تاع لي غالون، تركيب لوبي، لازم تخدموا على اقل من مهلكم، خدموا في عقلكم. تجيو تركبوا على هذا النصف سنتيم، تمشيو في الطية او في المكان المحدد هذا تاع لوبي، وما تروحوا لهك لهك. لما تكملوا طبعا تجيو تقلبوا، هذا مثلا الى حين تسجفوا بك، هنا راح نسجف المراوح، تسجفوا الرقبات، تسجفوا المراوح، دائما يعني تبقى نفس الطريقة. نطبقوا لو بي على نص، ما هو هك بالطريقة هذه، نجي نطبقوه على نص ونحكمو للنص قد قد، كيعود مخيط في الجهة التحتانية في المكان المحدد نتاعو كيما قلت لكم. طبعا كي تجي تطبق على نص هنا أكيد رايح يجي قد قد، يعني ما يجيش مثلا هكا صغير خلاص ما عندكش واش تطبقي، او مثلا ديتي بزاف كتان الداخل يجي اون كومبرون، يعني يجي زايد كتان الكتان، يعني نقصد تاع القندوره يجي زايد بزاف في اللوبي. كي تجي تطبقي يجي خارج لك منه من الفوق، لا كي تحكمي قد نص سنتيم في اللوبي نص سنتيم في القماش، لما تطبقي يجي متقون ويجي قد قد ويجي باهي بهذه الطريقه.
وطبعا لما نجيو نحطو الماشينه نحاول نحطوه على الحاشيه، ما نخرجو على الحاشيه هك، ما نخرجوش خلاص او ميم طون، ما نجيوش في الوسط، يعني ما نخيطوش في الوسط. هذه بعض النصائح نتاع لو بيي كيفاه نخيطوه. دوك انا نحط ركب هنا في الماشينه، بسم الله شوفوني كيفاش نمشيه. نتاكد انه الماشينه راهي دير لي خياطه دغوات. للناس اللي عندها ماشينه زي تاعي يعني اندستريال فيها خياطه وخياطه وطرز، راني فهمتكم في الفيديوهات السابقه او هذا اللي فات، انه الخياطه دغوات دائما تترخف وترجع زيكزاك رقيق، هذا ما يساعدش في الخياطه تاع لو بيي، وما تجيش خياطه متقونه خلاص، لازم هذا يكون مسيري مسيري باش الخياطه تجيني دغوات. ونجي نخيط على الحاشيه تاع لو بيي بهذه الطريقه، تبعوا بك البنات، هاني نخدم قدامكم، نخدم بالعقل، الماشينه ما راهيش تزرب، راني نحط رجلي غير بشويه، انا هنا مانيش منقصه في الماشينه، لكن راني نعكس رجلي بالعقل، انا هكا راني نمشي بالعقل تاني على جالتكم باش تشوفوني، سينو انا نخدمها. تبان لكم يا البنات هذه هي الطريقه، شوفوا كيف هي تجي متقون قد بعضه كامل، تقلبوا كيمن كيمن. عفوا، يبقى موديلات تاع لو بيي تتفرق، والخدمه اللي تخدموا على الجورنال تاني شويه صعيبه، تحب لها الممارسه. توضيح بسيط فقط للبنات اللي يبداو يخدموا يشوفوا موديل على قناتي ويبداو يحبوا يخدموه، ومن المره الاولى شويه ما تصلح لهمش، ما يتقلقوش ما يتقلقوش، مستحيل مستحيل وحده مبتدئه تشوف الحاجه اول خطره وتطبق وتحب تخدمها وتجيبها ايدونتيك، مستحيل، الا اللي معطيت له يعني موهبه من عند رب العالمين. اما البنات المبتدئات اللي راهم غير وين داخلين الخياطه، نقول لكم اعطيو لنفسكم مده، اعطيو لنفسكم وقت، يعني سيسوا رواحكم حتى تتعلموا الخدمه، اخدموا الاولى وثانيه وثالثه ورابعه، الا ما يجي نهار وتتقنوا الحاجه تاعكم. هذا واش كان في فيديو نهار اليوم، نقول لكم بصحة بعد الفطور، ويوم جميل، يوم موفق، ومع السلامة.